السلام عليكم أعزائي، سنبدأ الآن من الترانسبورت لاير كما وعدناكم من بدايته، وننتقل للسلايدات. حعملها شير الآن زي ما شايفين. هذه بداية الشابتر ترانسبورت لاير. فمن أهداف الشابتر نتعرف على المالتيبلكسينج، دي مالتيبلكسينج، الفلو كنترول، الكونجيشن كنترول، ونتعرف على الـ UDP وعلى الـ TCP. الـ Transport Layer هو Logical Communication. انتم شايفين أي جهازين بيتصلوا عن بعض مع بعض عن بعد، فهم بالنسبة للـ Transport Layer لما نشتغل عليه بنسميه End-to-End Protocol. أي بروتوكول في الترانسبورت لاير يأخذ هذا الاسم End to End بروتوكول، لأنه الترانسبورت لاير غير موجود على الكور سيستم اللي هي على الراوترات. الراوتر فيش عنده ترانسبورت لاير، لكن على الهامش ممكن أقول لكم إنه في بعض الراوترات عندها ترانسبورت لاير. في هذه الحالة بسموها gateway عادة أو ترانسبورت gateway بسموها، لكن الراوتر بمفهومه الطبيعي هو فقط عنده لعند النتورك لاير، ما عندوش ترانسبورت لاير. فكل البروتوكولات هذه بنسميها اللي في الترانسبورت زي الـ UDP والـ TCP، واللي في الابلكيشن زي الـ HTTP والـ SMTP كلهم بنسميهم End to End بروتوكول. طيب الترانسبورت لاير ايش الشيء اللي بينقله؟ هو السيجمنت، هو الوحدة، وحدة الإرسال تبعته هي السيجمنت، فهو بتراسل من خلال السيجمنت. نشوف ايش بيعمل السندر وايش بيعمل الريسيفر. السند سايد اللي هو السندر بريكس ابلكيشن لاير مسجز انتو سيجمنتس. اذا هو بيقسم المسج اللي جايه من الفيسبوك او من اي ابلكيشن ايميل او غيره، بيقسمها لسيجمنتس، حتى تكون هي مسج كبيره وبيقسمها لسيجمنتس صغيره. طبعا بعد هيك حنشوف انه كل سيجمنت هو انكابسوليتد انسايد ا باكيت، انسايد اللي هو الاي بي باكيت بعد هيك. لكن احنا الان عرفنا انه يقسم الى سيجمنت. طب ايش بصير عند الريسيف سايد؟ طبعا لما بتم الارسال بترسل لوجيكالي هي من الترانسبورت للترانسبورت، يعني من التي سي بي اللي ها عند هذا الجهاز للتي سي بي اللي عند هذا الجهاز. لكن فيزيكالي او فعليا ايش اللي بصير؟ هو بسلمها للاي بي اللي تحت النتورك لاير في اي بي بروتوكول، هو بنعملها انكابسوليشن في الاي بي، ثم في الداتا لينك فريم، ثم فيزيكالي كبيتس وسيجنالز ترسل. وهنا بصير العكس، انها من سيجنالز بتحول لفريم، ثم بتحول لاي بي باكيت، ثم الاي بي باكيت بنعمل له ديكابسوليشن وبيطلع منه السيجمنت اللي تم ارساله قبل شويه من التي سي بي او اليو دي بي في الترانسبورت لاير منها. طيب مور ذان وان ترانسبورت بروتوكول افيلبل. طبعا عندنا التي سي بي وعندنا اليو دي بي، عندنا بعض البروتوكولات الخاصة بالشبكة بشركات محددة مثل أبل أو شركات أخرى لها بعض البروتوكولات، لكن إحنا بهمنا طبعا دائما في هذا الكتاب وفي هذا المساق اللي هو الإنترنت as a case study. إحنا البروتوكولات المستخدمة في الإنترنت هي الـ UDP والـ TCP، هم اللي بنركز عليهم الآن. طيب Transport Layer Services and the Protocols provide logical communication. قلنا بقسم للسيجمنتس. نشوف السلايد اللي بعده. النتورك لاير قلنا logical communication، طبعا فهمنا هو logical communication between مين؟ الترانسبورت لاير between processes. البروسيسز احنا عرفناها من مادة الاوبريتنج سيستم. اي بروسيس هو the program under execution، هي نفسها البروسيس بمعنى هو البروجرام. يعني هي اتصال بين البروجرامز، قد تكون بين فيسبوك مع فيسبوك، قد تكون بين ايميل مع ايميل وهكذا. في حالة الترانسبورت اذا هي بروسيس مع بروسيس، لكن في حالة النتورك لاير اللي هو الاي بي لاير اللي تحته ايش كان؟ هو بتوين هوستس، لوجيكال كوميونيكيشن بتوين هوستس، اذا جهاز كمبيوتر مع جهاز كمبيوتر في النتورك، لكن هنا برنامج مع برنامج، بروسيس مع بروسيس.
انترنت ترانسبورت لاير بروتوكولز ايش في عندنا؟ في عندنا يا جماعه التي سي بي وعندنا اليو دي بي، صرنا عارفين التي سي بي قلنا عنه ريلايبل يعني عنده اكنولجمنت، قلنا عنه ان اوردر ديليفري معناته هو عنده سيكونس نمبر، خلي السيكونس نمبر وينظم الاوردر، عنده امكانيات كويسه منها الكونجيشن كنترول، منها الفلو كنترول، ومنها الكونكشن سيت اب، هنتعرف عليهم بعد شوي. اما اليو دي بي فاحنا بنعتبره ان ريلايبل، ان ريلايبل هذا كاريش كونكشن اورينتد وريلايبل، لكن هذا ان ريلايبل وان اوردرد ديليفري يعني لا عنده اكنولجمنت ولا عنده سيكونس نمبر كويس، وقال لك نو فريلز اكستنشن يعني فيش عنده اي اضافات ولا اي اضافات زياده، وبنسميه بيست افورت هو فقط يبذل جهد. بيست افورت هذا اصطلاحا عاده للاي بي، الاي بي دائما يسمى هو بيست افورت، فهو نو فريلز اكستنشن اوف بيست افورت يعني ما عندوش اي زيادات عن الاي بي، مجرد انه بوصل الاي بي لا اكثر. هذا مين؟ هذا اليو دي بي. طيب سيرفيسز نوت افيلبل، لا عند اليو دي بي ولا عند التي سي بي، مين هم اللي نوت افيلبل؟ اللي هم الديلي جارانتيز والباندويث جارانتيز. اذا كلاهما ما بيعطنيش اي ضمانات على الماكسيمم ديلي اللي ممكن يلتزم فيه، او على الباندويث المينيمم اللي ممكن ما يقلش عنها الاتصال، ما بيعطينش هذا الشيء. لكن زي ما حكيت مره في محاضراتنا انه في خدمات جديده في الابلكيشن لاير بنسميها انتجريتد سيرفيسز وديفرنشيتد سيرفيسز، هذه في الابلكيشن لاير ومن خلالها بيتم توفير الشيئين هذا. خلصنا هذه الجزئية، ممكن اليوم ننهي المحاضرة عند هذه النقطة وننتقل لشيء جديد.